الله أوقاتكم من شركة دور فاينانشال ماركتس للحديث عن آخر تطورات الأسواق لجلسة اليوم يوم الخميس الموافق ل 25 يونيو من عام 2020. خلال التعاملات الأخيرة رأينا استمرار تراجع شهية المخاطرة في الأسواق وتراجع جماعي مؤشرات الأسهم العالمية، وذلك مع مخاوف من زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم، إضافة إلى تقرير صندوق النقد الدولي خلال جلسة يوم أمس حيث أعلن عن تخفيض توقعاته للاقتصاد العالمي وتوقع انكماش بنسبة 4.9%، بينما كانت التوقعات قبل شهرين تشير إلى انكماش بنسبة 3%. أيضا من العوامل التي أثرت بشكل سلبي على تحركات مؤشرات الأسهم العالمية التوترات بين الولايات المتحدة الأمريكية ومنطقة اليورو والاتحاد الأوروبي، وخاصة بعد أن أعلن البيت الأبيض خلال جلسة يوم أمس عن أنه يفكر بفرض رسوم جمركية على صادرات جديدة من الاتحاد الأوروبي بما يقارب 3 مليار دولار أمريكي. هذا الشيء كما ذكرت ضغط على مؤشرات الأسهم العالمية، وأيضا كانت السلبية محاطة أيضا بأسواق الطاقة. رأينا خام برينت وخام نايمكس تراجعات خلال تعاملات اليوم. خام برينت يتراجع بقرابة 1%، وخام نايمكس أيضا تراجعات بقرابة 0.5% ليتداول عند مستوى 37.20 دولار للبرميل. وأيضا رأينا خلال جلسة يوم أمس تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية حيث أشار إلى فائض في المخزونات، فائض بأكثر من التوقعات بما يقارب 1,400,000 برميل، بينما كانت التوقعات تشير إلى فائض المخزونات بقرابة 1,200,000 برميل. هذا بالنسبة لتحركات أسواق الطاقة. بالنسبة لتحركات أسعار الذهب، أيضا رأينا محاولة التقاط الأنفاس بعد تراجع بعد ارتفاعات قوية، نوعا ما ارتفاع الدولار الأمريكي ضغط على أسعار الذهب، ومن المتوقع أن نرى مزيد من الضغوطات ونوع من التصحيح بالنسبة لتحركات أسعار الذهب ولربما نحو مستويات 1,748 دولار للأونصة. هذا بالنسبة لآخر تطورات الأسواق. شكرا للمتابعة وانتظرونا في تقارير أخرى.